سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طبتم وطابت أوقاتكم من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء وكالمعتاد نستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل قائد القوات الأمريكية في إفريقيا. بدء الجولة 11 لمفاوضات أستانا حول سوريا. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي اليوم الخميس في القصر الرئاسي قائد القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال توماس وولدهاوزر. هذا وتمحورت المحادثات بين رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي والقائد الأمريكي وولدهاوزر علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام في المنطقة. وتعد هذه الزيارة للجنرال توماس الرابعة منذ تعيينه في يوليو 2016 لرئاسة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا. هذا وحضر هذا اللقاء معالي وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن ماضون ورئيس سيئات الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية الفريق زكريا الشيخ إبراهيم. ومن الجانب الأمريكي المتعاونون الرئيسيون للجنرال توماس وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي السيد لاري أندري. وفي تصريح لوسائل الإعلام أشار القائد الأمريكي إلى أن زيارته إلى جيبوتي والاجتماع الذي عقده مع فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي يؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين جمهورية جيبوتي والولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، وقد تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعد تعيينه قائدا للقوات الأمريكية العاملة في إفريقيا. وقال تحدثنا أيضا مع فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي مواضيع تتعلق بالتزامنا المتبادل في مجال الأمن عبر معسكر الليمونية والصداقة القائمة بين الشعب الجيبوتي والأمريكي. ونوه أخيرا أن المناقشات كانت مثمرة وإيجابية للغاية. من جانبه أشار السفير الأمريكي في جيبوتي إلى أهمية هذا اللقاء الذي جرى بين فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي والقائد الأمريكي، وقالت تسجل هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ولا سيما في المجال العسكري. من جهته أوضح معالي وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهضون أوضح أن زيارة القائد الأمريكي تأتي في إطار التعاون العسكري القائم بين جيبوتي والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات القائمة بين جيبوتي والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات ولا سيما في المجال العسكري. وأشار إلى أن الجنرال الأمريكي تطرق مع فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي خلال اللقاء الذي جرى بينهما حول العلاقات المتميزة القائمة بين جيبوتي وواشنطن. استقبل معالي وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهضون في مكتبه وفدا عسكريا فرنسيا رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة الفرنسية الجنرال فرانسوا لاكواندري. وضم الوفد الفرنسي قائد القوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي والعقيد تييري لافال والسفير الفرنسي المعتمد في بلادنا السيد كريستوف جي. وحضر هذا اللقاء من الجانب الجيبوتي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية الفريق زكريا الشيخ إبراهيم، إضافة إلى العديد من ضباط جيبوتيين. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين، كما عقد الوزير اجتماعا مهما حول مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين بين وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية. وأخيرا تم تبادل الهدايا بين الوزير والوفد العسكري الفرنسي. قام معالي وزير الداخلية سيد حسن عمر محمد صباح اليوم بتوقيع
بتوقيع اتفاقية مع الممثل الرسمي لشركة ديرمالوك الألمانية في جيبوتي السيد شريف طه تتعلق بإنشاء نظام بيومتري لإخراج الوثائق المدنية كبطاقات الهوية في جيبوتي وذلك في فندق كامبيسكي بالاس. وحضر في هذه المناسبة سفير جمهورية ألمانيا وعدد من المسؤولين الجيبوتيين من بينهم رئيس بلدية جيبوتي والمدير العام للشرطة الوطنية والمدير العام لدائرة الأحوال المدنية سيد أحمد عمر فضلا عن المحافظين من المناطق الداخلية المختلفة. ويمثل توقيع على هذه الاتفاقية خطوة تاريخية في النهوض بالبلاد في مجال التقنيات الجديدة ضمن رؤية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. ويهدف إطلاق هذا المشروع الواسع النطاق إلى إنشاء نظام التسجيل بيومتري متعدد الأغراض من أجل إخراج بطاقات الهوية الوطنية ونظام التسجيل الولادة أو وفاة أو زواج أو رخصة قيادة وأيضا نظام مراقبة الشرطة من خلال هذا النظام البيومتري. وهي تعتبر قاعدة بيانات تجمع وتسجل جميع السجلات الوطنية التي من شأنها أن تعزز الأمن القومي. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أشار رئيس دائرة الأحوال أو مدير العام لدائرة الأحوال المدنية سيد أحمد عمر إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح إلى تطبيق نظام البيومتري الرقمي في جميع الإجراءات المتعلقة بإخراج الوثائق المدنية، وستعزز جهود الدائرة وتجعلها سهلة ومتطورة أكثر من الأوقات الماضية والتي تندرج أيضا في إطار رؤية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لتطوير الإجراءات التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية. ونشكر الممثل الرسمي لشركة ديرمالوك الألمانية في جيبوتي السيد الشريف طه لإبرام هذه الاتفاقية. من جانبه أشار معالي وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد إلى أنه قام بتوقيع اتفاقية تتعلق بإنشاء نظام بيومتري لإخراج الوثائق المدنية كبطاقات الهوية مع مؤسسة ديرمالوك الألمانية. نتابع المزيد. Je viens de signer avec la société Dermalog. قمنا بتوقيع اتفاقية تتعلق بإنشاء نظام بيومتري لإخراج الوثائق المدنية كبطاقات الهوية مع مؤسسة ديرمالوك الألمانية، وإن هذه المؤسسة تعد مؤسسة عريقة وكبيرة وهي متمكنة في هذا المجال أي في مجال تطوير النظام البيومتري. وقد أبرمنا عقدا سيسمح بتطبيق النظام البيومتري في مجال تسجيل وإخراج الوثائق المدنية في جمهورية جيبوتي وفي جميع المستويات. وهذه الوثائق هي البطاقة الوطنية ورخصة القيادة ووثائق الولادة والوفاة ونظام مراقبة الشرطة. وإن هذا المشروع يعد مشروعا ضخما يتطلب جهودا جبارة من قبل الجهات المعنية، ولكن بفضل هذه المؤسسة الألمانية سنحقق هذا الطموح في البلاد. استقبل معالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي صباح اليوم وفدا من الاتحاد الدولي للاتصالات. ويتكون الوفد من خبراء في مجال الاتصالات حيث ركزت المناقشات بين الجانبين على التقدم الذي تم إحرازه من قبل شركة الاتصالات الجيبوتية وتنفيذ شبكة وي ماكسي في جميع الهياكل التعليمية والصحية. وعرب الوفد عن سعادته بالتقدم الكبير الذي حققته جيبوتي تيليكوم في القطاع الرقمي، حيث يعد مصدر قوة بالنسبة للقارة بأكملها للقارة السمراء بأكملها، كما تعد جيبوتي مركزا إقليميا لتوزيع الشبكة الرقمية. من خلال شركة الاتصالات الجيبوتية من تقديم شبكات اتصالات لتأمين خدمات الاتصالات المتقدمة للمناطق النائية في جيبوتي، من خلال تأمين أجهزة ومعدات وايرلس نسميها لاسلكية لغاية تركيبها في المناطق النائية، والهدف منها لتأمين خدمات الإنترنت للأطفال في المدارس والمستشفيات. كما أود أن أشير هنا من خلال زيارتي في خلال هذا الأسبوع أن أعبر عن فخري واعتزازي بتقدم شركة الاتصالات الجيبوتية من تأمين الخدمات المتقدمة للشعب الجيبوتي والمدارس والمستشفيات. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار معالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي إلى أن خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات قد شاهدوا بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذي أحرزته شركة الاتصالات الجيبوتية. وقال سيد عبد يوسف سوقي أيضا أن إنشاء شبكة وي ماكس للهياكل التعليمية والصحية سيتم تشغيلها قريبا، والتي يمكن أن تساعد في مجال تحسين جودة الاتصالات في البلاد والتي
يستخدمها مواطنون. كما نوه أن مجال الاتصالات يعد مصدر قوة بالنسبة لقارة إفريقيا بأكملها، كما تعد جيبوتي مركزا إقليميا لتوزيع الشبكة الرقمية. هذا وأشار إلى أهمية هذه الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي للاتصالات إلى جيبوتي ولقائه في الوزارة. ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نبيل محمد أحمد وفدا جيبوتيا رفيع المستوى يضم كل من السفير الجيبوتي في ألمانيا سيد آدم محمد ديليتا ومدير عام مركز البحوث الجيبوتية سيد جلال الدين محمد للمشاركة في المؤتمر الوزاري للعلوم والتكنولوجيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في مقر الوكالة بفيينا اليوم في إطار اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال. ويهدف هذا المؤتمر إلى تركيز على التطورات والابتكارات في العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وكذلك الوسائل المتاحة لنشر هذه التقنيات على الدول الأعضاء، وأن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة للنقاش على مستويات عالية حول تطورات التكنولوجيا الحديثة ووضع التطبيقات النووية لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية مثل تخفيف التغيرات المناخية. ترأس سفير جمهورية جيبوتي لدى أديس أبابا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي سيد محمد إدريس فرح بنا اجتماعا لمجلس الأمن والسلمي التابع للاتحاد الإفريقي. واجتمع سفير الجيبوتي مع رئيس الوزراء الصومالي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، حيث جرى هذا اللقاء بحضور الشركاء وممثلين للمجتمع المدني الصومالي. وتجري الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي تتولى رئاسة الدولة الحالية لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي. هذا وعقد سفير جمهورية جيبوتي لإثيوبيا اجتماعا مكرسا حول آخر التطورات في الأوضاع الصومالية. هذا وعقب ذلك عقد الدبلوماسي الجيبوتي في العاصمة الصومالية مقدشو لقاء عمل مع قائد بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال أميسون لبحث تطورات الأوضاع الأمنية ومهام بعثة الاتحاد. وفي إطار زيارته للصومال قام سفير جيبوتي لدى أديس أبابا بزيارة لموقع تمركز قوات أميسون ولا سيما القوات الجيبوتية المشاركة في بعثة الاتحاد في مقاطعة هيران وسط الصومال. وتجد الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي. كما عقد سفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا اجتماعا مهما حول آخر التطورات في بعثة أميسون في جيبوتي في الصومال. وفي تصريح لوسائل الإعلام أوضح الدبلوماسي الجيبوتي سيد محمد إدريس فارح أن مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماع عمل مكرس لمناقشة الأوضاع الراهنة في الصومال. ونوه سيد محمد إدريس أن رؤساء المؤسسات العسكرية في الدول المساهمة في بعثة الاتحاد لحفظ السلام في الصومال سيعقدون اجتماعا يوم غد الجمعة 30 من نوفمبر لعام 2018 لبحث السبل الكفيلة لدفع جهود قوات أميسون لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. وتجدر الإشارة أن عدد قوات أميسون يقدر ب 22 ألف عنصر. ترأس رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية البرلمانية سيد شرمارك مسعر اجتماع عمل لمناقشة مشروع قانون الميزانية المعدلة للسنة المالية 2018. ومثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير الميزانية السيد ودي أحمد ربلة، كما شارك وزير الصحة دكتور جامع المعكية وأمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل ووزير الداخلية السيد حسن عمر محمد ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد حسن الدريس سمرية. ووافق النواب بتبني هذا المشروع في الجلسة القادمة المقبلة للبرلمان. كما شارك في هذا الاجتماع شخصيات عسكرية رفيعة المستوى.
احتفلت السفارة اليابانية مساء أمس في فندق كامبيسكي بالاس الذكرى 85 لعيد ميلاد إمبراطور اليابان، وكذلك بالذكرى 40 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين جيبوتي واليابان. وشارك في هذه المناسبة سفير اليابان في جيبوتي السيد كوجي يونيتاني ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد علي يوسف، ووزير النقل والمعدات السيد محمد عبد القادر موسى حلم، ومعالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي، ورئيس غرفة التجارة الجيبوتية السيد يوسف موسى الدوالي والنائبة فاطمة حمدو، إضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى بلادنا وشخصيات عسكرية ومدينة رفيعة المستوى. هذا وخلال هذه المناسبة تم عرض الألعاب التقليدية للمجتمع الياباني. هذا وأشار السفير الياباني في مداخلة له إلى أن جيبوتي واليابان تربطهما علاقة متينة منذ فترة طويلة، وقدم شكره لكافة المشاركين والضيوف في هذه المناسبة لإحياء ذكرى 80 لإمبراطورية اليابان. وفي مداخلة له خلال هذه المناسبة شدد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف على العلاقات المتينة والشراكة الناجحة القائمة بين البلدين والتي مضى عليها 40 عاما. نتابع. نحتفل هذه الأمسية بمناسبة الذكرى 85 لعيد ميلاد إمبراطور اليابان، وكذلك بالذكرى 40 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين جيبوتي وطوكيو، 40 عاما من الشراكة المتميزة ترتكز على التنمية. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لليابان حكومة وشعبة على الفوز الذي حققته بشأن تنظيم المعرض الدولي لعام 2025 في مدينة أوساكا. سيداتي والسادة، إن جمهورية جيبوتي تعبر عن إشادتها للدعم الياباني لعملية التنمية في بلادنا والتعاون المتبادل في سبيل تحقيق الأهداف التنموية. قامت الجمعية النسائية بليسو المنحدرة من الحي السادس بزيارة توعوية إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، وذلك صباح اليوم الخميس 29 من شهر نوفمبر الجاري. المزيد نتابع في سياق التقرير التالي. إطار أسبوع الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، قامت جمعية بليسو في المنحدرة في حي سادس بزيارة إلى هيئة إذاعة وتلفزيون الوطني، وضم الوفد نحو 50 امرأة عضوا من الجمعية، حيث التقى نسوة مسؤولي ومختلف موظفي مؤسسة الإعلامية. كما التقى الوفد النسائي بمدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون الوطني السيد عبد القادر أحمد إدريس. وكان هدف من هذه الزيارة حول توعية المواطنين وسبل كفيدة لتعزيز جهود الرامية إلى مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة الجيبوتية. هذا وتم إحياء هذا اليوم العالمي والوطني في كافة تراب الوطني، وذلك بدعم من سيدة الجيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني النساء الجيبوتية سيدة خضرة محمود حيد. الجدير بالذكر، نظم الاتحاد الوطني النساء الجيبوتي مسيرة شعبوية جمعت رجال والنساء في حد سواء تحت شعار لا للعنف ضد المرأة. عقد الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي ورشة عمل لتوعية وتدريب الجمعيات والأسر في مجال تعزيز صحة الأطفال حديثي الولادة حتى 3 أعوام ومكافحة سوء التغذية في الداخل. هذا وتم تنشيط هذه الدورة من قبل منسقة الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي السيدة مريم كاكو لصالح رؤساء الجمعيات المدنية ومديري الدوائر الصحية. هذا وشارك في هذه المناسبة ممثلو الجمعيات والأسر القاطنة في منطقة دخل. وتندرج هذه المناسبة في إطار ترقية منتسبي الجمعيات في مجال صحة الأم والطفل من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية. عاد خطو سكة الحديد في كونغو برازافيل الذي يربط بين ميناء بوانت نواخ وبرازافيل النفط إلى الخدمة مع وصول قطار شحن في محطة برازافيل بعد عامين من توقف حركة المرور. هذا ودخلت قاطرتان تصحبان 11 عربة من المنتجات النفطية على متنها جنود ودرك إلى محطة قطار برازافيل بمناسبة الذكرى 58 للجمهورية الكونغولية، وتستأنف حركة المسافرين في الأول من نوفمبر وفقا للسلطات على هذا المحور الاقتصادي الحيوي الذي يبلغ 500 كيلومتر. تم تعليق أيضا حركة المرور منذ منتصف عام 2016 بين برازافيل وبوينت نواخ بسبب القتال في منطقة تجمع
بين القوات النظامية ومتمردي القصة. هذا ووصل قطار شحن إلى بلاسافيل وأكد أنه شعور واجب، لقد عملنا وحققنا هدفنا. أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا أحمد طعمة أن الجولة المنتهية من المحادثات توجد بحراز التقدم في مسألة اللجنة الدستورية قد يشكل أساسا للمضي نحو الحل السياسي للنزاع. وأشار طعمة أنه أثناء مؤتمر الصحفيين عقده اليوم الخميس وفد المعارضة في أستانا إلى أن الجولة الأخيرة من المباحثات كانت مستفيضة وجادة، موضحا أن الطرفين تطرقا إلى أهم نقاط الساعة وفي صدارتها الوضع في محافظة الإدلب. كما أشار أنه ثمن رئيس وفد المعارضة الاتفاق الروسي التركي المبرم في السابع عشر من سبتمبر الماضي، مضيفا أنه أسهم في تحسن الوضع الأمني بالمنطقة، وقال إن المعارضة السورية تعتبره اتفاقا طويل الأمد وتعول عليه. تشهد العاصمة الأرجنتينية طوقا أمنيا شاملا اليوم الخميس، حيث يبدأ رؤساء دول المجموعة العشرين التي تضم أكثر 20 اقتصادا في العالم في الوصول لحضور قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، والمخطط لها أن تبدأ يوم غد الجمعة. المزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. مطر أرجنتينية طوقا أمنيا شاملا الخميس 19 نوفمبر 2018، حيث يبدأ الرؤساء دول المجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم في الوصول لحضور قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، والمخطط لها أن تبدأ يوم الجمعة 30 نوفمبر الجاري. وينتشر 22,000 شرطي محلي لتوفير الأمن خلال قمة المجموعة العشرين، وسيضاف إلى هؤلاء 1,000 عنصر يرافقون الوفود المشاركة. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.